صباح الخير ريم. بالفعل هناك دواء وصف بالدواء السحري لانتشاره من قبل وزارة الصحة الأردنية في مختلف المراكز وعلى امتداد المناطق الأردنية. هناك مراكز متخصصة للراغبين بالإقلاع عن التدخين، ولكن دعيني أقول أن منظمة الصحة العالمية صرحت بالأرقام أن هناك 9000 وفاة سنوياً في الأردن بسبب التدخين، إضافة إلى أن الأردن وبحسب منظمة الصحة العالمية أيضاً هو الأكثر انتشاراً بين دول العالم في التدخين، وبذلك التدخين في الأردن يعد من يعني من الأشياء التي يقبل عليها الأردنيين وبشراها، ناهيك عن ارتفاع أسعار التدخين، ولكن الأردنيون ما زالوا يقبلون على التدخين وذلك سبب الكثير من الوفيات في الأردن. هذه الحبة يعني تسببت أو كانت نتيجتها أن هناك أشخاص دخنوا لأكثر من 50 عاما، وبالتالي بعلاجهم يعني بهذه الحبة أقلعوا عن التدخين، إضافة أن هناك يعني طرق أخرى، هناك يعني مواد لاصقة أو شريحة لاصقة توضع على اليد، وبالتالي يستطيع الشخص المدخن أو المقبل على التدخين لأعوام عديدة أن يقلع عن التدخين، ولكن هذه الحبة السحرية التي وصفها العديد بهذا الاسم هي يعني طريقة ناجعة لكل الراغبين بالإقلاع عن التدخين، وهذا ما يجب أن يكون عليه طبعا بسبب الأمراض المنتشرة، سرطانات الرئة والسرطانات الأخرى، إضافة إلى عدد الوفيات الكبير في الأردن سنويا 9000 وفاة سنويا. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. ما أدري إذا عندنا قصة أخرى يا سهى، وموضوع الزهايمر والذي يتسلل بين الأردنيين، إيش التفاصيل؟ نعم، للأسف أيضا منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن عدد المصابين بمرض الزهايمر في الأردن يتعدى 31,000، وذلك بالنسبة لعدد السكان الأردن فهو عدد كبير جدا. ولكن المشكلة بمرض الزهايمر ريم في الأردن بأن وزارة الصحة أشارت أن هناك قلة وعي في التعامل مع مرضى الزهايمر، أيضا عدم قدرة تعامل الأهل مع المصابين بمرض الزهايمر، وقلة الموارد المتاحة للرعاية الصحية والرعاية الطبية في المراكز المنتشرة لعلاج هذا المرض، وبالتالي هناك معضلة أو هناك مشكلة في التعامل مع مرضى الزهايمر الذي ينتشر مع الأشخاص الذين يتعدون بالعادة 65 عاما. وهناك أنواع من يعني من هذا المرض تنتشر ويسمى الزهايمر المبكر، ولكن هناك أعداد قليلة في الأردن من يصابون دون 65 عاما، وبالتالي تعمل وزارة الصحة على تكثيف الحملات التوعوية للتعامل مع هذا المرض، إضافة لتوفير يعني سبل رعاية وعلاج في المراكز الصحية أو سواء عند الأطباء للتعامل مع مرضى الزهايمر من كبار السن. يعني احنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك سهى على هذه التغطية لليوم.